اهلا بيكم ومنورنا النهارده حبيبنا توني ماهر. توتي عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. النور مبروك ده. مبروك على البرنامج بجد، مبسوط بيكم قوي. انا مبسوطه ان انت هنا، مبسوطه ان انت جيت. بس اول سؤال بقى كده، انت يا توني اول ما ابتديت كوميدي مفاجاه كده، من يعني ضرب وشتيمه وقله قيمه ونكد نكد ايه؟ ليه حبيبي اخترت تبقى النموذج بتاع الفنانه نيلي كريم الذكوري؟ نموذج ذكوري من الفنانه نيلي كريم. لا هو الصراحه ان انا في العموم انا بمثل كل الانواع يعني، بس يمكن اما ابتديت او الجمهور اما يعني ابتدى يعرفني عرفني في اس ان ال بالعربي. فكنت المده دي طبعا انتوا اكيد عارفين ده، ان احنا قعدنا مدة سنتين نعمل اس ان ال، وكان الوقت مسحوم جدا، فكان صعب ان انا اعرف اتحرك في نوع تاني غير الكوميدي. فالناس خدت انطباع ان انا ممثل كوميديان، بس انا في الاصل بمثل كل الانواع يعني. كل حاجة. كنت عامل عرض اسمه بعد الليل، ده طبعاً. كان يعني تخرجي من مركز الابداع، كنت بقدم فيه حاجات كتيره قوي دراما، وانا ميال اكتر للدراما. ميال اكتر للدراما والحاجات الحقيقيه اللي بتمس البني ادمين واللي بتطلع صادقه يعني على ما اعتقد. طب انت عملت كوميدي بالنسبه لك كان غصب؟ لا مش غصب. اكل عيش بس. لا برضو هو كانت الفرصه المتاحه قدامي بعد ما خلصت الدراسه. اس ان ال طبعا كانت حلوه طبعا جدا. هتوعيني ليه بالغلط؟ لا هو يعني انا بحب جدا الكوميديا برضو، لانه بحسها طول الوقت بعيده عني، فانا ببذل مجهود ان انا اطلع ده. الحمد لله عملنا ثلاث مسلسلات حلوين جدا، وادوارك فيهم ما شاء الله لا غبار عليها. ما شاء الله الله اكبر. ولكن انت مت مرتين في مسلسلين. الناس بقت مستغربه، لا هو صحي ازاي؟ طب في الثالثه خدت طلقه، المفروض كنت مت برضه في رحيم. شايف ان دي بدايه مبشره موت. انا يعني واضح انهم بيختاروني في الادوار دي. لا انت كنت متركور السنه دي موت. كانت سنه صعبه في الانواع اللي انا بعملها في المسلسلات يعني، وكنت حبيبها جدا، لانه في تجارب كتيره قوي اما الممثل بيموت فيها بيسيب اثر كبير عند الجمهور، لو الكاركتر او الدور الناس حباه او مستنيه منه. او فمثلا في فوق السحاب في كاريكا كان الموضوع كان موجع جدا للناس كتير يعني. والحمد لله يعني كان فيها موت، بس الحمد لله يعني رد فعل الناس كان فاكر جميل. بعد المشهد ده عملت ايه؟ كلمتك قلت لك لا انا في كان في ناس كتيره بتكلمني تعيط يعني ساعتها. المخرجين حصروك في ادوار الموت. دي موت حلو يا جماعه. طب دوتي ايه احساس اول مره سينما، وحاسس ايه المختلف عن الدراما في التلفزيون هيكون كده؟ لا هو انا لسه يعني هبتدي اصور الفتره اللي جايه، بس على ما اعتقد ان السينما ليها شغف تاني غير الدراما. فكره انه بيتقلص القصه لمده ساعه ونص مره واحده. الحاجات بتبقى يعني في المسلسلات دايما بيبقى في خطوط كتيره وفي احداث كتيره، لان الوقت بيبقى طويل، فمحتاج ان انت تملى ساعات كتيره قوي. فقيمة الـ 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 الدور نفسه ممكن يكون فيها أوقات عالي وأوقات عادية، أو لكن في الفيلم الموضوع مختلف، لأنه دايما بيبقى فيه ماستر سين، دايما على طول بدخل على الدور، بعرف الهيستوري بتاعته بسرعة، بدخل في النص في الآآ لأنه مرة واحدة. وبعدين السينما، سوري يا سلطان، السينما من وجهة نظري تاريخ يعني. الناس بتفتكر السينما، الجوائز المهمة هنا وبره، سينما الأوسكار. فأنا طول الوقت حاسس إنه السينما هي التاريخ أو اللي بتفضل للممثل مهما كان عمل حاجات قوية في الدراما، بس من وجهة نظري السينما بتعيش أكتر، بتفضل له أكتر. احنا ممكن نتفرج على الفيلم مدة طويلة قوي، افلام ناس كتيره قوي، فنانين عظام يعني
من 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 مصر بيتعاد بتفضل تتفرج على افلام عادل امام لغايه النهارده او افلام احمد زكي طبعا لغايه النهارده. صعب ان انت تتفرج على مسلسل مرتين او ثلاثه لانه عدد الحلقات كبير ومش بالتسلسل بتاعها بالزبط. ممكن يوم انت فاضي يوم لا دي حقيقه ده حقيقي. طب حصل قبل كده انك كان في دورين عملتهم الدورين كانوا عكس بعض او جنب بعض في نفس الوقت؟ ده السيزون ده في رمضان عملت دورين في رحيم وفوق السحاب كانوا بعيد عن بعض. حلو جدا. وكنت بصور برضو في يعني وانا ببتدي كنت بخلص اس ان ال فكان ثلاث انواع مختلفين ولما ابتديت اصور الاثنين مع بعض كنت لازم اكون متراكور او اللوك بتاعي واحد بس طرق التمثيل مختلفه اصعب بكتير والدورين مختلفين يعني واحد مع اخوه هما الاثنين بيصادف انه الاثنين انا طالع اخو البطل واحد مع اخوه وفي ظهره اللي هو كاريكا الجدع اللي بيخاف على عيلته بيخاف على اهل بيته وده محامي للحق وللحاجات الكويسه والناحيه الثانيه خالص هو ولد زي ما بيقولوا عاق بيحاول طول الوقت يوقع اخوه في مصايب كانوا عكس بعض بالظبط فكانوا بعاد عن بعض فكان صعب لان كان بيعدي عليا ايام بخلص في فوق السحاب وبعد كده اروح جري اعمل الحاجات المشاهد بتاعتي في رحيم وبعد كده ارد تاني على فوق السحاب فده كان صعب. مرهق نفسيا وجسديا انت كده في نفس اليوم انا اسف بس انت في نفس اليوم كده بتعمل الكاركترين تمام في نفس اليوم ده كتير ده حصل كتير ارهاق يعني. ارهاق ذهني ارهاق نفسي لانه يعني معروف ان الفنان او الممثل محتاج انه ياخد وقته ويدخل في الدور فده كان بيبقى صعب عليا بس الحمد لله يعني. طيب بمناسبه الصعوبه بقى ايه اكتر حاجه صعبه قابلتك في الشغل في اس ان ال؟ في اس ان ال لا حاجات كتيره يعني انا فاكره حاجه بقى. ايه بقى فاكره لما كنا قاعدين بنتكلم كنت انت تعبان بعدين قلت لك مالك قلت لها تعبان قوي انا بجد مش عارف انا مين او انا المفروض اعمل ايه كنت بتعمل كوميدي كنا بنعمل كوميدي وقتها وانت كنت بتصور حاجه دراما فكانت الدنيا عامله كده بصور الحساب يجمع مع يسرى فكان يعني دي كانت بدايه ان انا في نفس الوقت بلعب كاركترين فالموضوع كان غريب بالنسبه لي لما كان في حاجات صعبه في اس ان ال بس هو يمكن اس ان ال وقبليها المسرح عودني اني طول الوقت اعمل ادوار مختلفه يعني احنا كنا في اس ان ال وانتوا عارفين يعني بنعمل كذا دور في الحلقه فده كان الى حد ما معودني وكمان المسرح قبليها دراستي والعرض اللي انا عملته كان مدربني او مخليني اقدر اعمل ده يعني طيب مين النجمه بمناسبه اس ان ال بقى السؤال ده شخصي انا عارف الاجابه بس انا اصلي صدور الساده المشاهدين مين النجمه اللي لما توني ماهر شافها دخلت اس ان ال قال لك انا لازم اتصور معاها انا اصلا يا جماعه بكرش عليها دي واحده بس واحده يعني انا يمكن في 52 حلقه عمري ما كان عندي فكره انه يعني اتخض من ممثل او لانه طول الوقت كان اللي انت شايفني طول الوقت فيعني عادي لا انا طول عمري من وانا في ثانوي واصحابي المقربين يعرفوا ده انا بحب جدا مريم فارس وكنت لازق لها بوستر كده عندي في الاوضه يعني ومعروف انه انها تنزل اغنيه او تنزل كليب اصحابي بيكلموني دي عملت كليب يعني فاهم اما المخرج قال لنا يعني عمرو صلاح قال لنا انه مريم فارس الحلقه الجايه فانا رحت قلت له بص انا مش عايز اعمل حاجه انا عايز اعمل انا عايز امثل معاها باي طريقه وبعدين بقى فاكر كويس قوي انه في اول حاجه نصورها معاها كانت خارجي يعني المشهد اللي بيحصل خارجي فهي جاي معاها بودي جارد كبير جدا انت هتقول لي وانا كنت بعدي من اول حاجه بعملها ان انا بروح اعكسها وانا لابس مقطع وبتاع وهو بودي جارد غالبا كان احلى مشهد فناديت استاذ عمرو صلاح قلت له بص انت لازم تروح تقول له ان انا بمثل بالظبط لحسن يفتكر ان انا بعكسها ولا حاجه ده مش قده ضرفتين الراجل بس طيب
انت ان شاء الله الفترة دي هتصور فنان هتصور فنان هتصور فيلم اسمه شاومينج تمام؟ مع مين بقى؟ مع الفنان احمد سلطان اللي ما قاليش احمد سلطان طول الوقت بيوقع على عقود يعني وبتتلغي مش فاضي انتوا الاثنين ملاحق يا جماعه ليكوا حساب معايا انتوا الاثنين تمام. انت بقى السؤال بقى هنا مهم، انت مش خايف وانت بتمثل وانت واقف قدام احمد سلطان؟ مرعوب صح مرعوب جدا هرم يعني مرعوب لاني احس انه هيبوظ لي كل حاجه هيدمر لي كل لا 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 خالص مش شغلنا كله مش شايفه لا انا بتبسط كمان اما اي حد مننا بمثل معايا يعني لما كان معايا شادي فوق السحاب دي كانت حاجة مهمة حلوة. جدا لانه الكيمياء نفسها بتختلف سما حاجة بس فانا مبسوط جدا ان انا وسلطان هنعمل الفيلم يعني يا مسهل بجد مبروك ليكم انتوا الاثنين بجد يعني تعملوا حاجه جامده جدا بس اوعى تخاف من سلطان هو بص هو بيبان في الاول هو بيخوف بس هو قلبه طيب قلبه قلب خصائص طب احكي لنا بقى انت اصلا يعني الفيلم شاومينج احنا عارفينه انت اصلا بقى في الثانويه العامه كاتوني مير كنت محتاج شاومينج بس ما كانش على ايامنا جدا الغش بقى احكي لنا الغش لا خالص عمري ما عملت كده عمري لان جبت درجه من عيله بنيله يعني الثانويه العامه غش عليا دخلت حقوق لاني جبت درجه يعني كنت فاكر ان انا جايب في ثانيه ثانوي 60 باين ما شاء الله وقعدت اجتهدت جامد في ثالثه و... انت جبت ايه خالص من على التارجت وقعدت في ثالثه يعني ذاكر جدا فجبت 80 فما الجامعه وبقوا 70 مهم يعني دي الجامعه الوحيده اللي غالبا قبلتني يعني فلا في الثانويه كنت مبهدل طيب. الدنيا لو جالك ان انت تعمل 10 ادوار فيلن ولا تعمل دور واحد مثالي لا فيلن تعمل فيلن هقول لك حاجه ليه بقى هقول لك حاجه او بص شفت خدت بالك لما قلت له فيلن عمل فيلن علينا لا هقول لك حاجه هو دايما المتفرج بيميل اكتر للادوار او الـ الشخصيات اللي عندها خلل ما بمعنى يعني انت لما تتفرجي مثلا على باتمان والجوكر مثلاً. هتلاقي عينيكي دايما رايحه على طبعا ليه لانه في حاجه عنده حاجه احنا دايما كده يعني لو في اسره في مسلسل يعني بيحكي عن اسره فيها دكتور وفيها ولد بيضرب وبتاع دكتور عادي الدكتور هيعدي عادي يعني لكن احنا دايما الدراما معتمده من وجهه نظري على الحاجات الغريبه او الحاجات لو احنا اتفرجنا على مسلسل كله مثالي وكل الادوار مثاليه هيكون المسلسل ممل جدا طب انت قبل كده كنت في الساحل تمام حد من الفانز طلب يتصور معاك وانت كنت قالع التيشيرت غير التيشيرت فقلت له البس بس التيشيرت قالك لا انا عايزك كده ده ماله ده غريبه لانه انا فجاه واحنا قاعدين وبتاع لقيته ممكن اتصور فبقول له طيب حاضر فانا قايم خلاص هلبس قال لا انا عايزك كده فقلت له في ايه اللي عايزني يعني هلبس حضرتك انا بتصور بهدومي لا ده في الناس اللي بتقابلك بتبقى عايزه تصور معاك او كده بيبقى في مواقف كتيره مضحكه يعني جدا طب احكي كده لا في دليفري يعني حد دليفري من حوالي اسبوع بيوصل لي حاجه يعني فخبط كده وانا بفتح خدت الحاجه وحسبته وخلاص وبعد كده قال لي طب ممكن بس مفتاح الاسانسير فقلت له حاضر فطلعت وهو بقى باصص لي يعني هو خلاص لبس في الاسانسير غالبا وهو باصص لي وعينيه جاب التفاصيل الشقه كلها حافظ الشقه المهم انا دخلت وبتاع فلقيت نمره غريبه بتكلمني الو ايه يا بيه هو انت اللي كنت بتمثل قلت له مين حضرتك قال لي يا عم انا اللي كنت عندك دلوقتي يا عم طب بلغينا كده وقول لنا انت مالك متنك يا عم ايه يا عم انت بتوصل لي حاجه بس حصل معايا موقف مشابه لده قبل كده برضو بس ايه احكوا لنا سلطان لا لا والله بجد بس انت فكرتني بالدليفري فنزل لي حاجه على الفيسبوك وبتاع فببص انا ساعات بقلب في الكومنتات بشوف بقى لو في اي حاجه تديني طاقه سلبيه ولا حاجه مش عارف انا بحب الطاقه السلبيه فبدور اي حد بيشتم ولا اي حاجه ف
فلقيت واحد بيكتب اه الفنان ده انا عارفه، ده انا وصلت له تورته ساكن في 40 شارع. العنوان اصلا. فانت عزلت؟ لا انا عزلت والله فعلا، واتصلت بالناس صحابي. طيب احنا هنلعب معاك دلوقتي لعبه. اوكي. مع سلالم. اوكي. انا مبسوط جدا ان سلالم، انا بحبهم جدا يا جماعه. برافو. احنا بنحبكم قوي حبايبنا. هنلعب معاهم لعبه اغاني هيلعبوها وانت تخمن بقى دي ايه. اخمن؟ تجس. حلوه تخمن؟ اوكي اخمن. حلوه تخمن. يلا. والاغنيه اللي تعرفها غني. سمعنا بقى. سمعنا قلتوا ايه لبعض؟ يبقى في سكرت شويه يا جماعه في اللعب. غني بقى معاهم يا توني لو عارف. لا لو غني سمحت. لا انت صوتك ايه يا انت يا ما غني. لو حسيت الاغنيه شدتك روح غني غني. او برد. لا لا على الهوا طول التعب فينو اللي كل ما هيكسبك. برافو. ادي اول كل ما هيكسبك في مره اما افوز هاخد ايه؟ هتاخد كوره من الكور دي. اوكي تمام. تبقى تقعد تريكو اهو يا معلم. هلعب بيهم بلي. اللي بعده. يلا اللي بعده. ايوه. تا 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 ايه اتفضل من غير ما تروح. ايه انت واحد كده. ايوه اتفضل من غير ما تروح. لا ما اسمهاش كده. امال اسمها ايه؟ ما اعرفش حتى ما حدش. وياك تتجنن. اسمها سلم لنا على الترمود. سلم لنا. قالوا لك طبعا طبعا. ايوه هي دي. بيتفقوا بقى. بص بيحاولوا يصعبوا لك الموضوع. صعبوا لي اكتر من كده. بس دي حلوه. اللي هتفرق شكل اللي جايه دي بقى. بقول لك ايه. طب يلا يلا. كملوا كملوا. اي واحد يا شمسي. ايوه غنوها. لا كملوا كملوا غنوها. يا شمسي غيبي يا مراكب حلي، بالموج بيجري وانا لسه محلي. يا شمسي غيبي يا مراكب حلي، بالموج بيجري وانا لسه محلي. برافو سلالم. طب الاغنيه الجايه عشان حرام ده هو مره واحده. حرام. سهلوها بقى. صاحبنا برضه. سهلوها بقى يا شباب. حاجه كده من اللي هي شكلها بتضحك. بتضحكوا بتضحكوا. احنا عايزينها اللي بتضحك دي. ايوه احنا عايزينها دي اللي بتضحك صح. يلا يا توني بقى. اعمل ايه؟ انت عايزين تاخد كوره. هاخد كوره. ايوه هي دي. اهو جبتها اهو الحمد لله. 2 بوينتس. طب اقول لك على حاجه بقى. انت كنت عامل حمله من فتره على انا عامل حمله؟ حمله عملتها اشتركت فيها. كنت عامل حمله على الانستجرام من فتره. عن تحدي البلاستيك. تحدي البلاستيك. هتحكي لنا عليه الاول تمام؟ وكان في نجوم معينه انت اتحديتهم في موضوع البلاستيك ده. هل حد عبرك ولا كلها ورا بس؟ لا هم غالبا يعني فضلوا البلاستيك عندي. صح. الحمد لله. حد يلاقي الحمله دي اصلا. هي كانت يعني حمله بتهدف البلاستيك في انواع منه، ففي نوع اللي هو ليه دعوه باستخدامه مره واحده. مره واحده. يعني هو بتستخدمه مره واحده وبعد كده بيتعدم. بس هو القصه في النوع البلاستيك ده انه لو قعد 500 سنه، ده الكلام ده اتقال لي يعني من اللي كلمني، لو قعد 500 سنه هو بيفضل زي ما هو. يعني ده نوع تاني. مش بيتحلل. لا مش بيتحلل. فده بيبقى خطر على البيئه يعني. فدي كانت حمله معموله من السفاره البريطانيه عن انه كل واحد يقدر يستغنى عن النوع ده تحديدا من البلاستيك، ولو امكن عن البلاستيك في العموم، انه ياكل او يشرب فيه لمده اسبوع.
عملت بس حلو عمل كده. طب ما حدش عمل كده. لا انا عملت كده لوحدي. انا عملت كده والله بس وبحاول دلوقتي اقلل الحاجات لان يعني حلو موضوع ان البلاستيك ما اتحللش 500 سنه ده عشان لو كواكب تانية نزل يعرفوا ان كان في بشر عايشه يلاقوا جرادل وباسكت. طب ايه توني الدور اللي نفسك تعمله بجد؟ اي ادوار مركبه انا بحبها جدا يعني يعني الادوار اللي فيها الشغل عليها نفسي اكتر. حلو جدا. يعني ده بيستفزني جدا وبحاول يعني اروح له لانه من وجهه نظري ده اللي بيرضي غرور انا كممثل. يعني انت عارفه انت في دور تعمليه عامله كويس وكل حاجه بس انت نفسك مستمتعه بس مش على القدر اللي انت عايزاه. انا دايما بستمتع بالادوار الصعبه اللي فيها تغيرات نفسيه او اللي عندها تركيبات نفسيه. يا رب دايما ربنا يبعت لك افلام صعبه الجنان. يا رب. طب مين الفنان النجم اللي نفسك تقف قدامه في مصر ولا بره مصر؟ انت يا راجل الطمع والحلاوه دي ان شاء الله ربنا يكرمك. لا برافو عليك ده طموح. لا برافو عليك. خلينا بره مصر الاول. دانيال ديلوس. حلو جدا. السير دانيال ديلوس. طبعا. و لا ناس كتير يعني بس هو ده بالنسبه لي حد. وخواكين فونيكس. دول من ابرز الناس اللي انا بتفرج عليها. طيب من المصريين غيري طبعا. غيرك احمد حلمي. برافو عليك. لانه انا بحب احمد حلمي. كلنا بنحبه. كلنا بنحب احمد حلمي. اسمع مني. ما انا بسمع. الاسباب اللي بتخلي البنات تكرش عليك مع انك مش شبهي. فايه الاسباب؟ ايه بقى؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لا بجد ايه اللي انت شايف مثلا من وجهه نظرك انستجرام يا عم اللي من الاهلي كلام اقول لك انا وفيسبوك الصوره اللي عارف كل صوره ازاي سلطان. التسبيل ليه؟ طب انت من وجهه نظرك كتوني ماهر يعني كده كده الجمهور في جزء كبير جدا منه طبعا بيحبوك بيتعاملوا معاك على انك جان وفي بنات على انك في بنات بيكراش عليك. لا ما هو انا بقوله عليك لان هو هيقول لي هو وجهه نظره ايه في ده. لا عادي يعني شايف مثلا ده بيحصل. لا عادي يعني ما احمد رمزي لا ولا انا يعني لا عادي جدا ما يعني ولا بيفرق معايا. لا انا قصدي لا عندي ممكن تفسير للموضوع ده انه دايما الباد بوي هو اللي بياكل مع البنات. يعني دي النوعيه دي بتبقى طب اقطع وشي طيب ولا اعمل ايه؟ بحب الباد بوي فعلا. الولد اللي هو الشقي بس انا مش شايف كده خالص يعني هما بقى ده موضوعهم لكن انا انا عارفاك وشايف حد هادي جدا وجميل ربنا يخليك محترم يعني. وانا وسلطان فعلا مبسوطين قوي. انا هتكلم عن نفسي مبسوط قوي ان انت معانا. انا اللي مبسوط والله و... جدا. انت عارف انا بحبك جدا يعني يو ار ماي بيست فريند اصلا. انا عارف طبعا. وانت كمان قول له بقى جملتين حلوين. لا جملتين هو عارف قول له اي حاجه هو عارف كل حاجه بقى والله انا فرحان والله فعلا بجد ان انت معايا النهارده يا سلطان ودي من الحاجات اللي مدينا موتيفيشن حلو كده يا رب دايما ويا رب يعني اتفرج على عليكم في البرنامج ده تحديدا يعني وانتم ناجحين وانتم محققين وانتم البرنامج ده رقم واحد في في قناه محترمه زي قناه النهار. انا مبسوط بيكم جدا بجد ودايما خلاص يعني احنا اس ان ال دوبت كل حاجه ما بيننا ففعلا لو انتم فين انا هاجي لكم يعني ده دي حاجه تسعدني يعني. سلالم بقى هيلعبوا لك اغنيه عشان انت بتحبهم. ماشي اوكي. وتغنيها وتغنيها معاهم لو حبيت. اوكي يلا سلالم جو. بعد ما قلت
listen up, حافظين يلا. لا لسه يلا. داون ولاعة علق حلمه على الشماعة. ونطلع فاصل ونرجع تاني الجري بسرعه، مع اني مش عايزه اسيب طاري يروح.